الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله رب العالمين، اللهم لا محل لك، صراط مستقيم، صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وعلى الصحابة والتابعين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك يا رب أن تيسر أمورنا وتستر عيوبنا. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور دنيانا وأخرانا. اللهم ادخلنا في كل الأمور مدخل صدق. اللهم أخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب، وعافنا في أبداننا وفي أدياننا وفي ذرياتنا وفي بلادنا وفي أمتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وارحم والدينا ومشايخنا وعلمانا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع لفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم أول فصل بعد أبواب الصلاة والطهارة وغير ذلك، وهي أطول الأبواب في الفقه، أبواب الصلاة وما يتعلق به أطول أبواب الفقه هي هذه. ثم بعد ذلك كل أبواب الفقه بعد ذلك يمكن حوالي ثلاث أخماس، يمكن الفقه كله خمسينه الصلاة ومتعلقاتها، والباقي كله بقى ثلاث أخماس. تخش في الموضوع تلاقيه خلصت، تخش في موضوع الزكاة تخلصه بسرعة، تخش في موضوع الحج تخلصه بسرعة، تخش في موضوع الزواج تخلصه، تدخل في الطلاق تخلصه. زي دلوقتي لأن انتشر موضوع الطلاق، الطلاق بقى كتير قوي، الناس بتطلق كتير، فالراجل بيحاسب المأذون في الزواج بيقول له شوية، قال له عوضهم لك في الطلاق. فاحنا النهاردة فصل في اللباس. يعني ايه اللباس؟ اي ما يلبس، ما يلبس. لبس يلبس لبسا اللي هو ما يستر به بدنه، ولبس ولبس يلبس يعني خلط لبسا، يبقى يقول لك المسألة فيها لبس تخليط، يبقى لما تقول لبس غير لبس، لبس بفتح الباء يبقى خلط الأمر، للبسنا عليهم ما كانوا يلبسون، مش كده برضو؟ والناس يقول لك ده المسألة فيها لبس يعني خلط، إنما لبس يلبس لبسا اللي هو المصدر، ولبسا ما يلبس، ولبوس ما يلبس برضو. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي ما يلبس. فهنا بيتكلم على اللباس، لأن اللباس برضو له تعلق بالصلاة، لأن فيه ستر العورة، وستر العورة من شروط صحة الصلاة. فلازم تعرف، زي ما اتكلم في الأول خالص قبل ما يتكلم في كيفية الوضوء، اتكلم على أنواع المياه والأواني. أنواع المياه الأول اللي انت هتتوضى بيها، وبعدين الأواني علشان هيجي لك المية في إناء. كل ده قبل ما يكلمك على الوضوء نفسه، يكلمك على الوسيلة ووسيلة الوسيلة، فوسيلة الوضوء الماء ووسيلة الوسيلة الإناء. كويس. لما انتهينا من الصلاة، متعلقات الصلاة ستر عورة، فيبقى ما يلبس، مش كده برضو؟ يعني ترتيب يعني ايه منطقي جميل في كتب الفقه. الخلاصة انه يحرم على الرجال لبس الحرير والذهب، ويحل للنساء. سهلة. وما حرم لبسه، حرم الافتراش به والتغطية به والجلوس عليه. سهلة الحكاية كده. طيب هنخش بقى في التفاصيل الكبيرة،
لأن الكلام ده يعرفه المفروض كل مسلم يعرفه خلاص. متى يحل للرجل أن يلبس الحرير؟ إذا كان لضرورة، عنده جرب مثلا، عنده مرض حكة حساسية في جلده، لو لبس أي قماش صوف يعمل له هرشة، أو هو عنده مرض الجرب نفسه يبقى عنده هرش. كان زمان ما فيش علاج للجرب، مساكين اللي يجي له جرب ده يقعد يهرش لحد ما يقطع لحمه، فيضطروا يلبسوه حرير يبقى طري على جسمه يقدر ايه يعني يستريح شويه. فيبقى لو كان عنده حكه يعني حساسيه في جلد في جلده، او لا يجد الا الحرير ليتغطى به من برد شديد، دنيا برد شديد هيعيا لو ما اتغطاش، ما عندوش الا حرير يتغطى بيه بقى يلبسه بقى، ما عندوش ما يستر به عورته الا ثوب حرير يلبسه ويصلي بيه، يبقى لضروره. هجم عليه الاعداء وهو ما كانش مستعد، فراح سحب حتة قماشة طلعت حرير، لف نفسه بيها وخرج جري، ما يجراش حاجة، كل دي لضرورة. يبقى عند الضرورة ايه تحل، والضرورة والحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، لأن في الضرورة اللي هي الحاجة المهلكة، اللي هي الضرورة أشد من الحاجة. والحاجة أما يبقى مثلا برد مهلك أو حر مهلك، يعني لو تعرضت ليه يجي لك ضربة شمس تضيع فيها، دي اسمها ضرورة. طب لو شمس مؤذية شوية لكنها يعني ما تجيبش ضربة شمس، أو برد مش مهلك قوي لكن ممكن يعمل لي انفلونزا شوية كحة، يبقى الحاجة، فتنزل الحاجة منزلة الضرورة، يبقى برضو ممكن استعمل. كويس، نقرأ بقى كلام الشيخ. فصل في اللباس، ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحرم على الرجال لبس الحرير، يحرم لبسه مش كده برضه؟ لبسه يبقى فاعل، ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب والقز في الحرير والتختم بالذهب أي والقز، يعني وكذلك لبس القز في حالة الاختيار. القز اللي هو الحرير اللي يطلع من الشرنقة، الشرنقة اللي بتطلع منها الدودة بيبقى عليها وبرة ياخدوه ينسجوها اسمه قز. طيب والدودة نفسها لما بتموت في النسيج ده اسمه حرير بقى، يبقى القز تخرج منه حية والحرير تنسجه وتخرج منه ميتة. كويس، والقصد في حالة الاختيار. والعجيب ان افضل ما يتزين به الناس لبسا الحرير، وربنا عمله ايه؟ قيء دودة عشان يبين لك هوان الدنيا يعني. وافضل ما يعني يتطيب به الناس هو المسك، وهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دم ظبية نجس ولكن استحال الى دم، يعني حاجه تقرف منها كده، رغم كده اطيب ما يتطيب به الناس، برضه عشان يبين لك حقاره الدنيا. اطيب ما يتطيب به حقير، واطيب ما يتزن به صنع دوده. طب وافضل ما ياكله الناس العسل؟ قيء حشر. كل ده كان ربنا بيدي لك المعاني دي عشان تزهد في الدنيا، تعرف ان متاع الدنيا قليل، لكن كان ممكن يعمل لك الحاجات دي كلها، الاطايب دي كلها يعملها لك تبقى جميلة. في حالة الاختيار، شوف يبقى يحرم التختم بالذهب ولبس الحرير والقز في حالة الاختيار. طب في الإجبار، واحد قابض عليك وحطت المسدس فوق نفوخك، لو ما لبستش خاتم الذهب ده هطخك بالنار، البس مكره لحد ما يمشي. لكن ما تقوليش اصل مراتي هتزعل لو قلعت الدبله، يعني لو مراتك بقى مثلا يعني بتلعب ملاكمه وكل يوم بتنيمك بعلقه وتقومك بعلقه، نقول لك معلش ده برضه انت يعني مش معقول هتتجبس كل يوم بقى وتكسر لك عظامك، خد بالك، ويبقى الاسم عليها. لكن العاده ان المراه مش هتتضايق، ما تقول لها ده الذهب ده يعني حرام وانا هجيب بدلها دبله تانية وتلبس دبله فضه، ما فيهاش مشكله يعني. يبقى في حالة الاختيار إخراجا لحالة الضرورة. كويس، مهمة دي. وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش،
وغير ذلك. يعني ما اعملش برضو ايه فرشة حرير اقعد عليها، ولا اعمل خددية المخدة بتاعتي حرير واحط دماغي عليه، كويس؟ وغير ذلك من وجوه الاستعمالات. ويحل للرجال لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين، يبقى في حر والبرد الشديد ممكن. ويحل للنساء لبس الحرير وافتراشه. ويحل للولي اللي هو بيربي الأطفال، يعني الأب أو العم يعني المسؤول عن تربية الأطفال اسمه الولي، ويحل للولي الباس الصبي اللي هو قائم على تربيته يعني الحرير. يعني لما يبقى عندي عيل صغير كده سنه اتنين تلاته لحد قبل البلوغ ممكن اجيب له بدله حرير يلبسها، مش مشكله. ويحل للولي الباس الصبي الحرير قبل 7 سنين وبعدها. ليه حدد السبعه؟ لان في خلاف في المذهب عندنا، ان بعد السبعه بعض الناس قال لك لا، بعض علماء المذهب، لكن قال لك ايه 7 وبعدها علشان ايه يرد على من حدد بالسبع، كويس؟ وقليل الذهب وكثيره اي استعمالهما في التحريم سواء. واذا كان بعض الثوب، يبقى خلص لو كان الثوب حرير صافي ما ينفعش البسه كرجل، وكذلك الخنثى الحقا بالرجل، الخنثى اللي هو مش عارفينه راجل ولا ست. طيب افرض بقى ان الحرير داخل في الثوب، يعني عاملينه حرير على قطن، حرير على كتان، حرير يعني ايه داخل فيه. واذا كان بعض الثوب ابري ثمن او ابراي ثمن، لانها فارسية معربة فممكن تقراها بطرق كثيرة يعني. واذا كان بعض الثوب ابري ثمن، ابراي ثمن اي حريرا، وبعضه الاخر قطنا او كتانا، كتانا بفتح الكاف كده ويجوز كسرها، لكن اللغة الفصيحة كتانا، والمصريين يقول لك كتان، لغة صحيحة لكنها أقل فصاحة. قطنا أو كتانا مثلا جاز للرجل لبسه ما لم يكن، يبقى لو كان خليط يجوز لبسه ما لم يكن غالبه حرير، لو كان الحرير فتلة صغيرة فيه، إلى أن يصل إلى النصف بالنصف. ما لم يكن الإبريسم غالبا على غيره، فإن كان غير الإبريسم غالبا حل، وكذا إن استويا في الأصح. طب لو كانوا قد بعض وجهين، أما يقول لك في الأصح يبقى في واجب التحريم وجه إيه بالحل. ده كلام الشارح والمصنف. نقرأ كلام الشيخ البيجوري على ما قرأناه. فصل في بيان تحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال وحل ذلك للنساء وما يتبع ذلك. وإنما ذكره المصنف، من المصنف؟ القاضي أبي شجاع، ومن الشارح؟ ابن قاسم الغزي، ومن المحشي؟ البرماوي. ساعات يقول لك قال المحشي، قال الشارح، قال المصنف، تبقى عارف. وإنما ذكره المصنف عقب صلاة الخوف لأنه يجوز لبسه لفجأة الحرب، يجوز لبس الحرير لفجأة الحرب، لفجأة حرب أي بغتة، ولم يجد غيره يقوم مقامه. قوله في اللباس أي في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك كما علمت. ولما كان المقصود بالذات اللباس خصه الشارح بالترجمة، هو قال لك فيه الافتراش وسائر الاستعمال، لكن ليه قال اللباس بالذات؟ لأن ده غالب الاستعمال، كويس؟ دون التختم بالذهب، أو يقال الكلام فيه حذف الواو مع ما عطفت، والتقدير في اللباس والتختم بالذهب على حد سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. يعني لما ربك بيقول سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، طب والبرد فين؟ أي يعني الحر والبرد، يعني كأنها مذكورة ضمنا يعني. والمتبادر أن المراد باللباس الملبوس، فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول. وقال الشيخ عطية المراد به الملابس بمعنى الملابس بمعنى المخالط، سواء كان بلبس أو غيره.
فاللباس مصدر بمعنى اسم الفاعل اللي هو المخالط يعني. وهذا التعميم أخذه من قول الشارح، وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش، والافتراش حاجة مخالطة ليك، وعايز يدخل المفترش والملبوس كويس، وغير ذلك إلى آخره. وما قلناه أوفق، إن هي لباس بمعنى ملبوس أحسن من لباس بمعنى ملابس كويس، بظاهر المتن، لأنه اقتصر على اللبس وإن كان ليس قيدا. فإن أولنا اللبس بمطلق الاستعمال كان ما قاله الشيخ موافقا لكلام المصنف أيضا، وبهذا يظهر قوله فالترجمة مساوية لما ترجمت له، لما ترجمت له بهذا التأويل. فتأمل كلامه بقى، ويحرم على الرجال لبس الحريري، قوله ويحرم إلى آخره، أي لقول حذيفة، الدليل قول حذيفة رضي الله عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحريري والديباج، الديباج نوع من الحرير برضه، وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه، أدي الافتراش أهو، رواه البخاري. والديباج هو ما غلظ من ثياب الحرير بخلاف السندس فإنه ما رق منها. وقد علل الإمام الغزالي الحرمة بأن في الحرير خنوثة، الإمام الغزالي، احنا طبعا العلة تعبدية، ليه اشمعنى؟ قال لك تعبد، الإمام الغزالي بيحاول يدور لك على حكمة يعني. فعللها بأن في الحرير خنوثة، أي نعومة وليونة لا تليق بشهامة الرجال أي بقوتهم، وهذه الحرمة من الكبائر. طب الحرير حرام من الصغائر ولا من الكبائر؟ هو المحرمات نوعين، صغائر وكبائر كويس. وهذه الحرمة من الكبائر كما نص عليه الشيخ عطية، ونقل عنه الشبرة من لسي، ونقل عنه الشبرة من لسي، منسوب لبلد اسمها شبرة من لس تبع المنوفية الوقت، فكانوا بينسبوا كل عالم لبلد، يقول لك الشبرة من لسي، يقول لك الرملي نسبة لرملة لينجب، والسيوطي نسبة لأسيوط، وهكذا، وطنطاوي مع انه من سوهاج الشيخ طنطاوي، بس اسمه طنطاوي من طنطا، حاجة غريبة، تملي كل ما هو اسمه طنطاوي تلاقيه من سوهاج، حاجة غريبة قوي، عايزين نبحث ليه الحكاية. طب طنطاوي بحري وسوهاجي ابلي، لكن التملي كده، كل ما تلاقي واحد اسمه طنطاوي تدور عليه بلدك ايه، يقول لك من سوهاج. الله، الظاهر الطنطاوية دول هجروا سوهاج من زمان يمكن بقى، فلكن على اي حال بيبقوا. والشيخ الامبابي كان شيخ الازهر نسبة لامبابا برضه، وهكذا، والاوسني حسن الاوسني نسبة لاوسن، وهكذا، كانوا يسموا كل شيخ على حسب بلده يعني، دي عادة ايه علماء مصر. يبقى هي من الكبائر، وهذه الحرمة من الكبائر كما نص عليه الشيخ عطية. والحاجات اللبس دي لو الحرام مشكلته تملي الواحد وهو نايم، ما يعصاش ربه وهو نايم، لكن لو لابس حرير يبقى نايم وعاصي ربه وهو نايم. طب ولو لابس ذهب يبقى نايم وعاصي ربه. طب لو نايم في أرض مغصوبة يبقى عاصي ربه وهو نايم. مش كده كان مشايخنا يقول لنا امتى الإنسان يعصي ربه وهو نايم؟ قال يعني حكاية صعبة، الناس حتى يقول لك ده نوم الظالم عبادة، يعني عبادة ليه؟ لأنه هو نايم بقى مش هيعمل حاجة، بالنسبة للي بيعمله هو صح، بيعيش في الأرض فساد، فلما ينام يبقى ذنوبه هتقل شوية. فإمتى يبقى الإنسان ظالم وهو نائم برضه؟ في الأحوال اللي زي دي، يبقى نائم وهو لابس الحرير وهو متختم بالذهب، نائم في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب، كل الأحوال دي يبقى الإنسان عاصي وهو نائم. ويحرم على الرجال، أي ولو احتمالا. طب في راجل محتمل راجل ولا مش محتمل؟ خنثى، ما نعرفش جنسيته ايه، يعني مشتبه، ودي انواع قليلة صحيح، لكنها موجودة، موجودة وبتتولدوا، بنشوفهم كل فترة، يجي لنا عيل كده تلاقيه ما تعرفش تقول ده ولد ده ولا بنت، ده ما نعرفش، نقعد نعمل له التحاليل بقى وشغلانة على ما نعرف. يبقى ده النوع ده برضو ايه، يبقى يحرم عليه، لان إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، دي قاعدة عندنا كده، إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام احتياطا كويس. يبقى على الرجال أي ولو احتمالا، فتدخل الخناثة، فيحرم عليهم لبس الحريري والتختم بالذهب احتياطا، خلافا للقفال. القفال عنده الأصل التحل الحل،
الاصل الحل، فليه انا حرمه على الخنثى؟ لما نعرف انه راجل نبقى ده راي القفال، لكن ما وافقوهوش عليه العلماء، ما وافقوش القفال على هذا الراي. ليه؟ لان الراي الثاني ماشي على قاعده اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. يعني لما تبقى مراتك قاعده في وسط ستات وقاعدين في اوضه قافلين على نفسهم، اهي مراتك حلال اختلطت بنساء اخريات حرام، يحل ليك انك تخش الاوضه يعني من غير اذن تقول ما هي مراتي معاهم؟ ولا تعب يبقى بالنسبه لك الحجره دي كان النساء كلهم اجنبيات، لازم تستاذن، لازم تستاذن يغلب الحرام. كان واخد بالك؟ او مثلا قالوا لك ان والدتك رضعت بنت ايام ما كنتوا اطفال صغيرين، كنتوا ساكنين مثلا في شبرا، وبعدين رضعت بنت الجيران اللي كانت ساكنه قدامنا، وانت عايز تتجوز ما تروحش تخطب بنات من شبرا خالص. اسمها ايه البنت دي؟ مش عارفين عنوانها ايه، ما نعرفش. الكلام ده زمان من 20 سنه ولا حاجه ولا 25 سنه. يبقى يحرم بقى كل بنات شبرا عليك، لان اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. فلما تروح تخطب واحده تقول لها انت كنت في شبرا من 20 سنه، تقول لك اه. لا طب خلاص ربنا يسهلك، ندور على واحده احسن تطلع دي اللي كانت رضعت عليك، ما انت ما تعرفش. يبقى ساعتها تتجوز من مصر الجديد، من حلوان، من اي حته بقى، عندك العناوين كتير سهل. تروح تتجوز من سوهاج واحده طنطاويه، ممكن، مفيش مشكله. قوله لبس، اللبس ليس قيدا وانما اقتصر عليه المصنف لانه اغلب اوجه الاستعمال. احنا قلنا اللبس والافتراش والتغطيه وسائر الاستعمال، بس قال هنا لبس ليه؟ ليس بقيد، لكن ده سائر غالب الاستعمال بيبقى اللبس. لكن برضه ما يعملش المنديل بتاعه حرير وينف فيه او يمسح فيه عرق، برضه ما ينفعش. لانه اغلب اوجه الاستعمال كما اشار اليه الشارح، وفسره المحشي بالاستعمال على وجه يعد استعمالا عرفا وعليه. فالمراد به ما يشمل اوجه الاستعمال كالجلوس عليه والاستناد اليه من غير حائل فيهما، بخلاف ما لو كان بحائل ولو من غير خياطه. يعني في الاستناد افرض ايه، الحيطه عاملينها حرير وانت عايز تستند عليها، خلاص يبقى ايه، البس جاكيتتك اهو واستند عليها، ما هو في حائل اهو الجاكيته بتاعتك. لكن ما تبقاش قالع نصك الفوقاني وتسند عليها بقى ايه وتستمتع انت بنعومه الحرير كده، تبقى ما ينفعش. فهمتني ازاي؟ لو بحائل والشرط يبقى الحائل متخيط عليه، بخلاف الغطاء، الغطاء لازم يبقى متخيط، بخلاف الغطاء. طيب ها؟ لا بيبيعوا، ما يجراش حاجه، بيمسكوا يناولوا للناس، ما يجراش حاجه، ده بيبيعوا. ولو من غير خياطه. واما لبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير كالقاووق، الظاهر نوع من القماش ايامهم كان بيحطوا طبقه حرير وبعدين يغطوها بقماش تاني من الناحيه دي ومن الناحيه دي، ويبقى قلبه كانه سندوتش حرير كده بس متخيط في بعض، كالقاووق، فلا يجوز الا ان خيط عليه. طول ما هم مش ملزوقين في بعض بخياطه لا يجوز، لانه كانه متغطي بيه طبقات كويس، لكن لو متخيطين في بعض بقى حاجه واحده كانه حشو حرير، خلاص لا يجوز في الحاله دي. كويس؟ فلا يجوز الا ان خيط عليه، ان خيط على الحرير، يعني ان خيط البطانه والظهاره عليه اي على الحرير. يبقى خيطة هنا تعود على البطانة والظهارة. وكذلك التغطي بما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير كاللحاف، عامل انت اللحاف بتاعك حاطين لك طبق حرير كده وايه وتحتها بطانة وظهارة مش حرير، لو اللحاف مش متخيط في بعضه لا يجوز التغطي بيه، لو متخيط في بعضه يجوز. كويس؟ فلا يجوز إلا إن خيط عليه، لأن اللبس والتغطي أشد ملابسة للبدن من الجلوس عليه. فإذا كان الجلوس حرام يبقى من باب أولى إيه؟ التغطية والافتراش والاستناد إليه. وإنما جاز ذلك مع الخياطة لأن الحرير صار كالحشو، وحشو الحرير جائز، وكالتدثر به أي التدفي به. برضو التدثر به يعني إيه؟
يعني تحاول تلفه حوالين نفسك كده، ما تبقى بردان وتحطه تحت باطك وتلفه حوالين وسطك، ده اسمه التدفق، برضه ما ينفعش، واخد بالك؟ إلا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير كما علمت، والجلوس تحته كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية. تجلس تحتيه عامل أنت يعني مظلة كده أو ناموسية. كويس؟ ما ينفعش الراجل ينام تحت ناموسية حرير. الست إنما الراجل لأ. الراجل لأ، إنما الست والعيال العيال طالما عيال صغيرة لسه. والجلوس تحته كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير، ويحرم على الرجل النوم في ناموسية الحرير ولو مع المرأة اللي هي زوجته يعني، وكذلك دخوله معها في الثوب الحرير الذي تلبسه. يعني لابسه ثوب حرير طويل كتير أو كده، هو بردان فخدت منها حتة وغطى نفسه بيه ونايم جنبه، برضو ما ينفع. كويس؟ بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم، وكتابة الرجل عليه ولو لصدق امرأة، ما ينفعش برضو يستعمل حتة قماش حرير يعملها صفحة يكتب عليها، ولو هيكتب عليها حاجة خاصة بالمرأة. كويس؟ ولو لصدق امرأة. ورسم عليه أي نقش عليه، ولا يجوز برضو ان هو يقعد يرسم على الثوب على قماش حرير الراجل، لكن المرأة تقعد ترسم على ثوب على قماش حرير. وستر جدار به. وبرضو يحرم عليه ستر الجدار، يعني يعمل ستارة حرير، واخد بالك؟ وستر جدار به كما يقع في أيام الزينة والفرح. نعم إن أكرههم الحاكم على الزينة فلا حرمة عليهم لعذرهم. افرض الحاكم فرض عليهم، يبقى الحرمة على الحاكم مش عليهم. احنا دلوقتي الحمد لله الحكام بيقولوا لنا البسوا خيش، حاضر كويس كتر خير، احسن يقولوا لنا البسوا حرير، دخلونا في الحرم الحمد لله. فلا حرمة عليهم لعذرهم، ويحرم التفرج عليها في الزينة دي، يحرم التفرج على الزينة دي، يعني ستاير الحرير لو عملوها ورحت انت تزور الحكام في قصورهم ولقيتهم عاملين بقى ستاير حرير في حرير، مش بيقول لك شباكنا ستاير حرير، عملوها اغنية، واخد بالك ازاي؟ او انت اما تروح للشباكه ستاير حرير دي احرم تقعد تتفرج عليه كمان. شوف قد ايه الى هذه الدرجه. كان الشيخ حسن القويسني رحمه الله كان شيخ الازهر ايام الخديوي سعيد، وكان شيخ الازهر كل سنه في رمضان ليه مقابله سنويه مع الخديوي يبلغه يعني شكاوى الناس، إذا كان في مظالم، إذا كان في طلبات للناس، كل ده الناس مش هتروح بقى كل الناس تقابل الخديوي، فيجمع الشيخ حسن القوسني طلبات الناس كلها ممثلا عن الأمة كلها، ويقابل الخديوي مرتين في السنة أو ثلاثة، منها مرة في رمضان عشان يعمل له سفرة إفطار يعني. فدخل الشيخ حسن القوسني وكان راجل من الصالحين العباد، واخد معاه منديل محلاوي حاطط فيه قرص طعميه، الطعميه دي من ايام الخديوي سيد، مش حاجه حديثه يعني، اكتشفوها من زمان يعني، يمكن من ايام الفراعنه. فالمهم فحاطط فيه قرصين طعميه وحته فجله على كسره خبز كده، عيش بتاو بتاع المنوفيين ده، عيش بتاو صغير مدور، ما هو قوسني بقى من قوس، وحاططهم في بتاع وحاططهم في جيبه ورايح على الخديوي علشان ايه؟ يفطر عند الخديوي يقول له. فالخديوي طبعا سفرة الخديوي بقى سفرة، راح هو زيح كل حاجة كده وفرد المنديل بتاعه وقعد ياكل، ومرضاش ياكل أكل الخديوي، الخديوي قاعد قدامه، فبيقول له يا شيخ حسن يعني ألا نستطيع أن نطعمك؟ أمامك أكل كتير، إزاي تاكل كده وأنت جاي لنا؟ قال تريد أن آكل دم الناس؟ قال له فين دم الناس؟ قدامك أرز، قدامك مكرونة، قدامك بط، قدامك وز، قدامك ديوك رومي، كل حاجه. قال له تريد ان اريك دم الناس؟ قال له وريه. راح ماسك له شويه رز كده عصرهم له كده، نزلوا دم امامه، دي من كراماته. فبيقول لك الخديوي سعيد قام قعد يقبل في الراجل، وحقك عليا وقول لي اتوب ازاي واعمل ايه.
واخد بالك؟ لدرجة ان الانجليز لما عرفوا ان الخديوي هيتوب عملوا مؤامرة عشان يتخلصوا من الخديوي سعيد، لما عرفوا بقى ان هيتدروش ويمشي ورا المشايخ وعايز بقى ايه، فشغلانات كده. فكانوا العلماء زمان حاجة تانية يعني، كانوا حاجة كبيرة، اولياء كبار. فعلشان كده يحرم التفرج على ايه، على ستاير الحرير وعلى الفرش الحرير والحاجات دي كلها للرجل، لان برضه ده نوع من الاستعمال، وهو انه هو يعني يستمتع بنظره فيها، الا ان كانت تلبسه زوجته فلا بأس. ما هو هيقول لك نعم يجوز ستر الكعب، نعم للتعظيم بقى، لان هنا هنستر الكعبه بحرير علشان بنعظمها، والكعبه اصلا حجر غير مكلف، لكن احنا مكلفين بتعظيمها. لكن هو نفس الكعبه كده كاحجار غير مكلفه، احنا مكلفين بتعظيمها. فلما استرها انا بستر حرير كده يبقى انا بعظمها، لان الحرير حاجه غاليه، يبقى معناها ان انا بقى ايه، بعظمها. فعلشان كده ايه، يحل يجوز ستر الكعبه. ما هو بعد ما مات مش مكلف يا عم، خلاص سيبه في حاله بقى، انت هتخنقه حتى بعد ما مات يا اخي، لا عارف يعيش معاك ولا عارف يموت معاك. هو حطه بركه مش عشان حرير، ان ده كان يعني في على الكعبه، والناس طافت حواليه كتير ودعت كتير ولمس حجر الكعبه، ففي نوع من التبرك يعني، لانه يكون في رحمه يعني، فهمت؟ ادي مش بيحطه يعني علشان كده. نعم يجوز ستر الكعبة وقبور الأنبياء به، لأن برضو الأنبياء مطلوب تعظيمهم، فلما نعمل كده قبر النبي حتة عالية كده أو قبة، فيجوز أننا نغطيها بالحرير لتعظيمهم، لأن تعظيمهم أموات كتعظيمهم أحياء مطلوب. إن خلى عن النقد، بشرط أن يخلو عن النقد. الشافعية قال لك ما يبقاش فيهم ذهب، لا كسوة قبور الأنبياء ولا كسوة الكعب، ده رأي الشافعية كده. الأحناف أجازوا في كسوة الكعب إن يبقى فيها ذهب، وعشان كده بيكتبوا عليه آيات قرآنية بالذهب، فتجوز على مذهب الأحناف لكن لا تجوز على مذهب الشافعية. كويس. إن خلى عن النقد، النقد اللي هو الذهب يعني، وبعضهم استثنى قبور الأنبياء أيضا، لكن اللي هي يعني قال لك إيه، الأولياء الحاقا بالانبياء، بعضهم استثنى قبور الاولياء ايضا، لكن في المحشي خلافه. ومثل ستر الجدران به الباسه للدواب، ما ينفعش اعمل البردعه او السرج او الحاجه اللي انا هقعد عليها، او الهودج اللي هو بيحطوه على الجمل، او برضو الوقت السياره بتاعتي احط مثلا الفرشه بتاعتي اللي هقعد عليها واسوق السياره بتاعتي تبقى حرير، ما ينفعش. ومثل ستر الجدران به الباسه للدواب، لانه لمحض الزينه، بخلاف الباسه الصبي والمجنون فانه لغرض الانتفاع به. يعني افرض انا جالي حتتين قماش حرير ومراتي عندها لبس كتير، ممكن افصلهم لاولادي الصبيان، ما هم مش مكلفين، انتفع بيهم بدل ما اروح اشتري لهم قماش او القماش عندي، فهمتني؟ يجوز لغرض الانتفاع به. ويستثنى من تحريم الحرير امور منها، في حاجات بقى من تستثنى من ايه، من تحريم الحرير امور، منها كيس المصحف. انا عندي مصحف وعامل له كيس، اما اعمل له كيس حرير، الحرير ده في نوع من التكريم للمصحف، يبقى يجوز، بخلاف كيس الدراهم، الكيس اللي بحط فيه الفلوس، لأن الفلوس والدراهم مش مطلوب تعظيمها، لكن المصحف مطلوب تعظيم. كويس. بخلاف كيس الدراهم فإنه يحرم على المعتمد. ومنها علاقة المصحف، لأن العلاقة اللي بتعلق بيها المصحف، أما بتبقى حرير تبقى متينة ما تتقطعش بسهولة، لكن لو جبتها كتان ممكن بعد 10 20 سنة تاخد رطوبة وتلاقيها اتقطعت والمصحف وقع على الأرض فجأة، إنما الحرير يبقى قوي متين، يعيش سنوات طويلة يفضل ماسك نفسه، فيبقى علاقة المصحف برضه مستثناة. وعلاقة السكين والسيف وعلاقة الحياص اللي هي أدوات الحرب يعني. يعني أنا بعلق السيف بتاعي، واخد بالك؟ السيف ده آلة الحرب، وبعلق مثلا الدرع بتاعي
فانا عايز حاجه متينه، خيوط متينه تشيلهم ما يوقعوش كل شويه على دماغ اللي قاعد تحته. كويس، فايه يجوز في الحالات اللي زي دي. وخيط الميزان برضو، الميزان كانوا زمان بيعملوا له خيوط كده علشان يحط فيه فلما يبقى خيط حرير يبقى متين ما يتقطعش كل شويه والكفه تقع. دلوقتي طبعا الحاجات دي في بدائل كثيره منها بقى، يعني الحاجات دي ايامهم، دلوقتي الحاجات دي يعني كتير لدرجه الحرير نفسه بقى صناعي، تدور على الحرير الطبيعي دلوقتي ما تلاقوش، كله صناعي. والمفتاح وخيط الميزان والمفتاح والسبحه، خيط السبحه برضه عشان ما تتقطعش تبقى حرير ما يجراش. لكن الشراشيب فيها مشكله، دي الشراشيب فيها خلاف شويه. وفي وفي شراريبها تردد، فقيل تحل مطلقا وقيل تحرم مطلقا، والمعتمد التفصيل. فان كان من اصل خيطها جازت، يعني لو كان الشراشيب طالعه من نفس الخيط اللي ملدومه فيه جازت، فهمت؟ والا فلا، لو كان مش من نفس الخيط الضروري في تثبيت الحلقات السبحه فده اضافه كده بوستيج، الستات يسموها بوستيج، يعني تحط لك قصه كده وهي مش قصتها اصلا، اي حاجه كده يعني جايب لها بتاع على التلبيسه كده شراشيب، لو كانت دي حرير مش من اصل خيطها هنا تحت. كويس. ومنها غطاء القلل والاباريق والكيزان فيجوز ذلك، كانوا زمان يجي لك على القله كده يحط لك عليها غطا ويحط عليها غطا قماش ويحط عليه الغطا التاني. كويس. وعلى برضو الاباريق والكيزان فيجوز ذلك. واما غطاء العمامه فان كان لرجل ما ينفعش حرم، وان كان لامراه فلا يحرم. وكذلك منديل الفراش فيجوز حيث استعملته المراه ولو في مسح فرج الرجل، ويحرم حيث استعمله الرجل ولو في مسح فرج المراه. يعني ما ينفعش تبقى ايه حته قماشه كده يستعملها الرجل ولو يستعملها الرجل للمراه. ومنها ليقة الدواء، ليقة الدواء الدواية اللي بيحطوا فيها الحبر، كانوا زمان يحطوها على حتة قماشة لازقة عليها كده، الحتة القماشة دي اللي لازقة عليها الدواية يسموها ليقة الدواء، ليقة الدواء اللي هي القماشة الملتصقة بإيه بالدواء دي يجوز مستثناء. أصل الحرير لما ينزل عليه الحبر ما يشفش بسرعة يقوم ما ينشعش على اللي تحته ويبقعه. كويس. بخلاف لو قط، فعلشان كده اجازوها ليقه الدواء عشان ما تبقعش اللي تحتها. افرض انا حاطط الدوايه بتاعتي فوق مكتب والمكتب ده فيه كتب والقماشه دي كانت قط والدوايه اتدلقت، هتبص تلاقي يتشرب ويجي يوسخ لي كل الكتب اللي على المكتب. لكن لو كان حرير يفضل ايه ثابت فيه لانه مسامه ضعيف، يفضل محافظ عليه لحد ما تيجي تلمه كده وتلحق ترميه بسرعه. وليقة الدواء، الليقة ما يفرش ملتصقا بأي شيء، حتى ساعات يقول لك هذا الأمر لائق بك، يعني يليق بك أن تفعله، يعني إيه؟ يعني هذا الأمر يبقى ليقة جاية من لاقة يعني التصق. وجعله ورق في كتابة، ويجوز برضه جعل الحرير ورق، افرض بقوا يصنعوا الورق من حرير، من الحرير. بخلاف ما لو هو وحرير كده استعمله واكتب عليه، ده حرام. لكن افرض تحول الحرير إلى ورق، يبقى استحالة كتحول الخمر إلى خل، فيحل. كويس؟ وجعله ورق في ورق كتابة لأنه استحال حقيقة أخرى، وبهذا فارق الكتابة على رقعة حرير فإنها تحرم كما تقدم. ومنها تكة اللباس، التكة برضو اللي هي الحاجة اللي بيربط بيها ايه أعلى البنطلون أو الثوب علشان ما يقعش منه لما يجي يجيب حاجة تانية غير الحرير، كل شوية ايه تنسل وتتقطع، فيبقى التكة اللباس دي شيء ضروري لستر العورة وحاجة متينة تعيش سنين طويلة، يبقى يجوز. كويس. وقال بعضهم يجوز زر الطربوش، ايام زمان كانوا يلبسوا طرابيش ويبقى زر الطربوش.
وبعضهم بحرمته، وبعض العلماء قال لك لا حتى زر الطربوش ده ما ينفعش برضه لانه زين. بعض العلماء قال لك يجوز، وبعض العلماء قال لك يحرم. يعني من زمان العلماء بتختلف في الفروع، ما فيهاش مشكله يعني. مش كل شويه يجيبوا لك في الفضائيات العالم الفلاني قال ده حلال والعالم الفلاني قال في نفس الامر حرام، ايه يعني؟ طول عمر العلماء بتختلف وجهات نظرها في الفروع، ما يضرش. وده اجتهاد وده اجتهاد، والامه كلها عايشه في خير وامان، ما فيهاش مشكله خالص. لكن المشكله في عقليات ايه الاعلاميين في هذا الزمان، لان هو مش عارف ان الخلاف ده اختلاف تنوع واختلاف فهم واختلاف مبني على اصول وقواعد، مش خلاف مبني على فوضى. هم مش متصورين هذا المعنى. لو درسوا مثل هذه الكتب كان عرفوا ان ده خلاف تنوع وخلاف مبني على اصول وقواعد، وان ده خلاف لا يفسد للود قضيه، وان سيدنا سليمان وسيدنا داود في قضيه واحده حكموا بحكمين وهم انبياء معصومين وربنا اثنى عليهما الاثنين وقال ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، ولا باس من الاختلاف حتى في قضيه واحده، حتى بين الانبياء، حتى بين الانبياء لا باس. لكن الوقت للاسف لانهم ما بيدرسوش مثل هذه الكتب ولم يدرسوا دراسه الفقه دراسه كافيه واعيه، فبيستعملوا هذا للتشهير والتشنيع على العلماء لا لبيان ان اختلاف العلماء رحمه وانه فيها سعه وان هذا من باب ان الدين يسر. وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان اللي هو الطربوش، يعني الشيخ البيجوري بيقول ايامه يعني غلب اتخاذ الطربوش، كل الناس لابسه طرابيش، فينبغي تقليد القول بالجواز لرفع الحرج عن الناس. في الطربوش قال لك زر الطربوش ده بيعملوا حرير، بعض العلماء قالوا جائز وبعض العلماء قالوا حرام، وانتشر لبس الطربوش. نقول خلاص يا جماعه البسوه على القول بالجواز لرفع الحرج عن الناس. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى دي طريقه تفكير العلماء، ان هم يريد ان هو يرفع الحرج، لان ما جعل عليكم في الدين من حرج. حكايه سهله. للخروج من الاثم. يعني لما يجي فوائد البنوك اللي هي ارباح البنوك، الناس مسمينها مصممه تسميها فوائد، هي ارباح. لكن مصممين يسموها فوائد ليه؟ علشان عنده شهوه انه يقول انها حرام. العلماء قال لك دي ارباح يا جماعه، دي جائزه ما فيهاش حاجه، ده نوع من الاستثمار. خدها. يقول له لا ربا. خلاص انت بتشوفها ربا يا سيدي ما تستعملهاش. يقول لك بس انا مضطر استعمل. خلاص قلد من ياكل بالجواز. يقول لك انا مش عايز اقلد. طب اعمل لك ايه؟ روح موت بقى. لا عايز يقلد ولا عايز يقول انها حلال ولا عايز يبطل التعامل مع البنك ولا عايز، امال عايز ايه؟ عايز يناكف. مناكف. شفت المشكله؟ والعقليات دي موجوده كثير منها، كثير منها بين المسلمين موجوده في كل وقت. زي يذبحوا بقره، لو جابوا اي بقره كانت مشيت. لا انت بتهزر معانا ولا ايه؟ تتخذونها هزوه؟ يقول لهم عيب كده اختشوا، هو انا نبي ورسول اجي اهزر معاكم يا رعاع؟ طبعا الرعاية دي مننا، سيدنا موسى مؤدب نبي ما يقولش كده، لكن انا اقول لهم كده براحتي بقى، انا مش نبي اخد راحتي. يعني شوف انت قله الادب بتاعتهم، يقولوا لنبيهم اتتخذون هزوا؟ يعني انت بتهزر معانا؟ هو ده النبي بيهزر؟ ده النبي مبلغ عن ربه، يقول لك اذبحوا بقره اي بقره خلاص. يقولوا له انت بتهزر؟ قال ايه؟ قال له اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا طب خلاص ادم ولا بد بقى، طب قول لنا اوصافها ايه؟ طب ما تجيبوا اي بقره يا مجرمين واذبحوها. يقوم يفضل يضيق لهم، يقول لهم لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني لا كبيره قوي ولا هي مسن، هاتوها كده وسط. طب قول لنا لونها بقى. شوف المجرمين، او نفس طريقة الراجل اللي هو يروح للشيخ يقول له البنوك حرام ولا حلال يا عم الشيخ؟ يقول له يا سيدي في ناس اجازوا التعامل معها وناس لم يجيز. يقول له بس انا شايف انها حرام. طب يا سيدي ما تتعاملش. بس انا مضطر يا عم الشيخ. طب يا سيدي قلد من يجوز. انا لا ارى انها جائزة. طب يعمل لك يا عم الشيخ. زي بالظبط اتتخذونها هزوة؟ لونها ايه؟ شكلها ايه؟ ما هو ربنا بيحكي لك قصة البقرة ليه؟ عشان يعلمك ان ما تضيقش على نفسك. هو بيحكي لك عشان يعني تتندر بيها، يعني عشان بيعلمك ان كلما ضيقت على نفسك ضيق الله عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. ما تتنطعش، خد الامور سهله كده، ربنا ينجينا. فعلشان كده الشيخ بيقول ايه؟
وقال بعضهم بجواز زر الطربوش وبعضهم بحرمته. يبقى العلماء اختلفوا زي أرباح البنوك اختلفوا فيه. طيب، وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان. نغلب التحريم بقى ولا الحلم؟ طيب، فينبغي تقليد القول بالجواز للخروج من الإثم، عشان لما تعمل الحاجة وبتعملها انها حلال احسن ما تعمل الحاجة وتعرف انها حرام تتجرأ على الحرام، تقوم بعد كده يتربى فيك التجرؤ على الحرام، واحنا مش عايزين نربي فيك التجرؤ على الحرام. فهمتني ازاي؟ لكن لما تعمل حاجه وتقول دي حلال وبعدين لما تقابل ربك يوم القيامه يقول لك لا دي كانت حرام، تقول له يا رب انا كنت والله فاكرها حلال، ده الشيخ فلان قال حلال، والله والله لو اعرف انها حرام يا ربنا ما كنت عملتها. يقول لك طب خش الجنه. يبقى عندك حج. غير اما اما يقابلك يوم القيامه ربك ويسالك ليه كنت بتتعامل دي حرام؟ قال له اه انا كنت عارف انها حرام، اعمل ايه بقى؟ ما انا كنت عارف ان غفور رحيم. يمكن يغفر له ويمكن يعاقبه شويه لانه كان متجرئ على الحرام. فهمتني؟ انما الثاني عذره احلى. واضح الحكايه؟ فربنا ينجينا من طريقه البقر. دي اسمها طريقه البقر، ان البقره تشابه عليه. واتخاذ الحرير بلا لبس كاستعماله في الحرمة على ما أفتى به ابن عبد السلام، وإثمه دون إثم اللبس. قال الرملي وما ذكره هو قياس إناء النقدين، لكن ظاهر كلامهم أنه يفرق بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه. يعني بيقول لك أن اتخاذ الحرير بلا لبس. اتخاذ الحرير يعني إيه؟ يعني هحتفظ بيه واستعمله مفرش لكن ما اقعدش عليه. استعمله مفرش كده لما يجي حد من الستات اخواتي البنات اقعدوا عليه. يجي عمتي تزورني اقعد عليه، يجي والدتي اقعد عليه. او ده نوع من الاتخاذ. قال لك هتبقى حرمته اخف شويه. هتبقى حرمته اخف. ولكن بعض العلماء قال لك لا ده اتخاذه كاللبس سواء بسواء كبيره. حرمه كبيره برضه. كويس؟ وإثمه دون إثم اللبس قال الرملي وما ذكره هو قياس إناء النقدين، لكن ظاهر كلامهم أنه يفرق بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه. إناء النقدين اتخاذه حرام واستعماله حرام، يعني إناء الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة يحرم استعمال ويحرم اتخاذها يعني اقتناءها. ما إسهاش على الحرير. ليه؟ في فرق. لأن إناء الذهب والفضة حرام على الذكور والإناث، ملوش وجه استعمال حلال أصلا. لكن الحرير الستات تستعمله حلال والرجالة حرام، فليه وجه استعمال حلال بخلاف إناء الذهب والفضة لا وجه له في استعمال الحلال أصلا. فما أعرفش أقيس حاجة ليها وجه حلال على حاجة ليست لها وجه حلال أصلا. واضح؟ عشان كده ما أقدرش أقيسها على الإناث الذهب والفضة. لكن ظاهر كلامهم أنه يفرق بينهما من وجوه متعددة وهو الأوجه. نعم إن حمل ما قاله ابن عبد السلام على ما إذا اتخذه ليلبسه يعني احتفظ به وشاله في الدولاب بتاعه. لو كان شايله في الدولاب بتاعه عشان يبقى يفصله يلبسه يبقى حرام. طب شايله في الدولاب بتاعه علشان يديه هدية لمراته لما يبقى يرجع من السفر، يبقى جائز مفيهاش حاجة. فهم؟ لأن ليه وجه استعمال حلال. بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية أو احتفظ به لمجرد الاقتناء بس. لمجرد الاقتناء شايله عنده يقتنيه لما يبقى وقت يستعمله استعمال مباح، يديه لبنته ويقوم جوازها هدية، يعمله يقطعه حتت ويعمله علاقات مصاحف وجيوب او اكياس للمصاحف، ما فيش مشكلة. قوله الحرير هو معروف وهو اعم من القز، لأنه ما قطعته الدودة وخرجت منه حية، ده القز. وأما الإبريسم فهو ما ماتت فيه وهو كمد اللون وهو المسمى بالحرير. كمد يعني غامق اللون، وهو المسمى بالحرير المسكي. والحرير يعمهما. أما تقول الحرير يدخل فيه القز ويدخل فيه الإبريسم، خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه اسم لما ماتت فيه الدودة وحل عنها بعد الموت، وعليه فهو مباين للقز لا أعم منه. وخرج بالحرير غيره لما قال يحرم الحرير، يبقى خرج منه كل الأقمشة اللي انت تعرفها واللي انت لسه ما تعرفها.
كتان وقطن ومعموله بالاقمشه الكتيره اللي طالعه دلوقتي بترو كيميكالز. دلوقتي البترو كيميكالز دي بيعملوا منها اقمشه، فيبقى جائزه برضه لانها لا حرير، مش حرير، يبقى يدخل فيها كل الاقمشه اللي انت تتصورها. وخرج بالحرير غيره كالقطن والصوف والشعر فلا يحرم وان غلى ثمنه. يعني ممكن تلاقي متر بعض انواع القطن او الكتان المنسوج نسيج عالي ومغزول غزل عالي، يمكن تلاقيها سعرها قد سعر الحرير ويمكن اغلى في بعض الاحوال، ما يضرش، حلال برضه. كويس؟ نعم يحرم المزعفر، نعم يحرم المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران كله للرجال، وكذا بعضه، لكن بقيت صحة اطلاق المزعفر عليه عرفا. النبي كان ما يحبش الثوب المزعفر، بيعتبره ده من زينة النساء، بخلاف ما فيه نقط من الزعفران فلا يحرم. لما نقط بقى نقط كده من الزعفران فلا يحرم. ويكره المعصفر، برضو نوع بيستعملوا فيه صبغة بالعصفر، كان النبي برضو يكرهه للرجال لان الوانه فاقعة فتليق بالستات اكتر ما تليق بالرجال. وكذا بعضه، لكن بالقيد المذكور اللي هو اذا اطلق عليه عصفر معصفر يبقى ايه؟ يكره، ولم يطلق عليه يعني منقط يبقى يحل. واما سائر المصبوغات فلا تحرم ولا تكره، سواء الاحمر والاصفر والاخضر والاسود والمخطط والمربع، كل بقى الانواع. والكروهات، الكروهات اللي هي مربعه ولا كروهات، طيب سامبوكسه يمشي. اقعد بقى عد لي كل الزخارف اللي انت تعرفه ولا ما تعرفه، تمشي، مش مشكله عندي. ويحرم لبس نجس او متنجس بغير معفو عنه في عباده تبطل به. افرض ان هم سبغوه بحاجه نجسه فصار متنجس. كويس؟ يبقى يحرم لبس نجس او متنجس بغير معفو عنه. يعني متنجس ايه؟ بغير حاجه معفوه. يعني ممكن ثوبك اهو حلو جدا اهو، وبعدين وانت ماشي كده عصفوره عندها اسهال عملت عليك حاجه، يبقى هتتكسي. مش كده المصريين يقول لك هتتكسي؟ الحمد لله. طب بس انت رايح على صلاه العشاء ولابس ومتوضي ومتهيئ وراحت العصفوره عملت عليك، اي على الجامع صلاه الجمعه، او ده معفو عنه، نجاسه تعفى عنها. كويس؟ زي زرق الطيور عند الشافعية، اصل زرق الطيور ده نجس لكن يعفى عنه، وعند المالكية زرق الطيور المأكولة اللحم طاهر، قذارة بس لكنه طاهر فما فيهاش مشكلة. يبقى لو كان متنجس بنجاسة معفوة عنها تمشي. يعني أنا دلوقتي عندي دمل في في في, في كتفي وقاعد ينشع كده، ينشع دم شوية صديد، فايه لابس انا الجلابيه الحلوه كده ورايح صلاه الجمعه، ابتدى ينشع شويه دم على صديد على حاجه هنا، جرح يعني على قده، هي دي معفو عنها، تبقى نجاسه ومعفو عنها، اروح اصلي مفيش مشكله عندي. كويس؟ يبقى لازم اعرف المعفوات. وانا ماشي رايح اصلي لقيت حاجه بتقرصني فعملت كده، طلعت بقايه املايه، طلعت ناموسه مليانه دم، فايه؟ فاتفقعت كده والدم نجس معفو عنها. طلعت برغوت يعفى عنها، كل دي معفوات. كويس؟ سهله يعني، ما تعرف المعفوات تلاقيها سهله. او طين الشوارع المتنجس، المجاري طافحه في الشارع وجات عربيه كده معديه طرطشت شويه على ايه؟ على الثوب بتاعي، يعفى عنها، يعفى عنها. شفت بقى المعفوات ده باب واسع، باب واسع مع نجاستي. ويحرم لبس نجس او متنجس بغير معفو عنه في عبادة تبطل به كصلاة او لزم عليه التضمخ بالنجاسة. برضو يحرم عليه ان يتضمخ بالنجاسة، يعني ايه؟ يدهن نفسه كده بكريم بس معمول من شحم الخنزير، اصله بيرطب البشرة جميلة، بس ده معمول من لحم الخنزير يا عم ولا من شحم خنزير، يبقى كده تضمخ بالنجاسه، اسمه تضمخ بالنجاسه، يحرم.
يحرم التضمخ بالنجاسة، وإلا فلا. يعني لو كان معفو عنه لا يحرم، غير معفو عنه يحرم. أدي معنى وإلا فلا، وإلا فلا. ويجوز لبسه في غير المسجد. طب افرض ما فيش عندي إلا الثوب المتنجس ده بنجاسة غير معفو عنها، وأنا بردان ألبسه في غير المسجد كويس، أو عايز أستر عورتي لحد ما ثوبي النظيف ينشف عشان منشور أو يجي من المكواجي أو بعتهم يشتروا لي حاجة تانية، يبقى يجوز بس في غير المسجد كويس. ويجوز لبسه في غير المسجد، أما فيه فلا يجوز، لأنه لا يجوز إدخال النجاسة فيه لغير حاجة تنزيها له. أما لحاجة كما في النعل والبابوج، افرض انت نعلك متنجس وداخل الجامع، فبتشيل نعلك معاك طالما نجاسة مش هتقع، وتحطه في كيس وتدخل بيه المسجد لحد ما تخلص صلاتك وتاخده معاك وتنك طال، لان هنا ضرورة، لا هتسيب النعل بره هيجي الونش ياخده او يضيع، مش كده؟ برضه يقول لك واحد صعيدي قلع جزمته وسابها على باب الجامع، جا الونش خدها، قال يعني الصعيدي ده ديناصور يعني بيلبس جزمه قد يعني المصريين خيالهم واسع، لكن تقول ايه ده؟ معلش جزاهم الله خير الصعايده، استحملوا كتير وان شاء الله كل ده في صحيفه حسناته، كل ما يقال عليهم في صحيفه حسناته خلاص بمجموعهم كده. يبقى اما لحاجه كما في النعل والبابوج الذي به نجاسه، البابوج نوع من الايه كتانيلات اللي يلبسوها زي البلغه او مثلا شبشب او الحاجات دي، فيجوز نعم يحرم لبس جلد مغلظ لغير ضروره. يحرم لبس جلد مغلظ يعني جلد كلب او خنزير، ده المغلظ عندنا، جلد مغلظ يعني جلد كلب او خنزير دابغينه وعاملينه كده يعني جاكيته جلد محترمه حلوه كده، يحرم لانها لا تطهر بالدباغ، لا تطهر بالدباغ، تفضل نجسه برضه لغير ضرورة. لكن افرض الدنيا برد شديد وما فيش الا هي وهتتلج هتموت، البسه بقى لحد ما يعدي نوبه البرد دي وبعدين لا وما تعملش كده تاني. والافتراش والتدثر كاللبس، ما حرم لبسه يحرم التدثر به والافتراش. والاولى ترك دق الثياب وصقلها لمالكها، كانوا ايه الثياب لما تبقى لسه منسوجه بتبقى تخينه، يقوم يقعد يدقها كده علشان ايه النسيج ينام وتبقى ناعمه كده وحلوه وتبقى رقيقه، ده اسمه دق الثياب. يقول لك ايه والاولى، يعني ده خلاف الاولى، يعني مع انه مباح بس خلاف الاولى يعني. والاولى ترك دق الثياب وصقلها لمالكها، ليه؟ لانه يذهب قوتها، هيضعف القماشه، فلما تيجي انت تعملها وتبيعها له بتبيع له حاجه مغشوشه مش متينه، لكن لما ياخدها هو ويدقها هو حر بقى بيدق في ملكه، فاهم؟ فان كان ذلك ممن يريد البيع كان من الغش المحرم، فيجب اعلام المشتري به، وينبغي طي الثياب وذكر اسم الله تعالى عليها، وينبغي انك انت الثوب بتاعك ما تسيبوش منعكش كده، لا تطبقه وتهندمه وايه وتحطه مهندم، دي سنة. وانت بتطوي الثياب بتاعتك دي كمان تذكر الله، تقول بسم الله وتطوي الثياب، لان لو ما ذكرتش اسم الله الجن يلبسها طول الليل وتلبسها انت بالنهار فتستهلك، بدل ما تقعد معاك 10 سنين تقعد معاك سنة وتتقطع، ما هو الجن بقى هيلاقيها معك زي الاكل، لما ما تذكرش اسم الله يجي الجن ياكله معك، فتلاقي نفسك ايه الاكل خلص وانت لسه ما شبعتش او ما يبقاش فيه بركة. كذلك طي الثياب، كان زمان كده لما تشوف جداتنا والجيل القديم لما يقعدوا يطبقوا الغسيل كانوا يقعدوا يصلوا على النبي. انا كنت اشوف جدتي، كان ليا جده اسمها ما شاء الله ام جدي، شفتها لحد ما كنت انا في اولى اعدادي وبعدين ماتت رحمها الله. دي كانت تقعد برضه تمسك الغسيل كده تطبقه وتقعد تصلي على النبي، كانت تصلي على النبي في اليوم 1000 مره الصبح و1000 مره بالليل، شغاله على طول ربنا يرحمها، كانت منوره كده من كثره الذكر. كانت لما تقعد تطبق الغسيل كده تقعد تصلي على النبي طول ما هي بتطبق الغسيل. حاجات عادات جميله كانوا الناس متوارثينها من ابائهم ومن اجدادهم، وتجد ان ليها اصل في السنه، تجد ان ليها كمان اصل. ف
فهنا بيقول وينبغي طي الثياب وذكر اسم الله اسم الله وذكر اسم الله تعالى عليها، لما روى الطبراني إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله تعالى عليها لئلا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا. ما هو الجن بينزلوا المية بالليل والبني آدمين ينزلوها بالنهار ياخدوا حاجتهم كويس، لكن الجن دلوقتي في اسكندرية مش عارفين يصيفوا، الناس دلوقتي بقت تنزل البحر لحد طول الليل، حتى الجن مش عارف يصيف معاه، يمكن يروحوا الساحل الشمالي بقى الله أعلم. فيعني سيبه سيب الجن يتنفسوا برضه، يجيبوا شماسيهم ويجيبوا عيالهم العفاريت يقعدوا يلعبوا شوية على الشط بالليل، وانت بقى تعالى بالنهار مشي حالك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى كذلك عن الاستنجاء بالرجيع بالعظام، انك تستنجي بيها يعني تزيل بيها النجاس، قال لك لانها محترمة يحولها الله طعاما للجن كويس. طيب وحتى الرجيع اللي بيخرج من روث البهائم بتاعت الانس بيبقى طعام لبهائم الجن، يعني الجن كمان ليهم بهائم مش شايفينها احنا، سبحان الله عايشين معانا. شوف ربنا قهرنا ازاي، عايشين معانا امم مثلنا ومكلفين وذكور واناث ويتكاثروا وعايشين حياة زينا بالظبط، ويعيوا وعندهم دكاترة وعندهم مهندسين وعندهم قضاة في قرية اسمه شمهورش، عاش 1000 سنة، اتصل بالشيخ العفيفي وروى له دلائل الخيرات عن الإمام محمد الجزولي مباشرة، وكان بينهم 700 سنة، هو حضر الإمام محمد الجزولي فأخذه من فمه، فاتصل بالشيخ العفيفي بإسناده المتصل شمهورش قاضي الجن من قضاة الجن العلماء، حاجة غريبة أوي لدرجة إن ألفه في أسماء الصحابة من الجن اللي هم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، صنفوا في أسماء الصحابة من الجن وصنفوا في أسماء علماء الجن. وكان الإمام الشعراني يجلس في مجلسه فتدخل له قطة كده، يقوم يقول لهم إيه اسكتوا إنها من إخوانكم من الجن جاءت تسأل، فتيجي القطة ببقها ورقة تسيبها له يفتحها يلاقي سؤال يجاوبها تروح تاني أو تاني ومشي. مذكورة الإمام الشعراني نفسه ذكر ذلك في كتبه. يبقى عايشين معانا لكن ربنا قهرنا لأنه لا شايفينهم ولا احنا، لكن نصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا إننا نبول في الثقب، لأن يمكن الثقب ده لما تيجي تنشن في البول تنجسه، لأنه ده بيوت الجن، فتبقى الست مسحة بتاعت الجن ومنظفة بيتها ومستنيه العيال يجوا من المدرسه تروح انت تبولها في الخرم تاذيها تنجس لها بيتها تتضايق هي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى علمنا ازاي نتادب مع من نعيش معهم ولا نراهم، حاجه يعني سبحان الله ادب، ما فيش امه بهذا الادب مثل امه النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش معنى كده انك تخاف، لا ما تخافش، ده انت تخوف بلد لان انت من حيث البنية اقوى من الجن، من حيث البنية انت كثيف والجن لطيف والكثيف اقوى من اللطيف، الكثيف اقوى من اللطيف، الجن مخلوقات لطيفة يعني ممكن كده تخترق الجدار ده يعني يعدي من الجدار ده لانه مخلوق من نار، طب ولع نار كده في الناحية دي من الجدار ده وروح الناحية التانية تلاقيه سخن، يبقى النار اخترقته ولا ما اخترقتوش؟ اخترقت مش كده برضه؟ فالجن ممكن تخترق الأشياء الكثيفة لكن الكثيف لا يخترق، فالكثيف أقوى بنية، فالإنسان أقوى بنية وأقوى وأقوى بذكر الله. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما جعلك في بنية قوية جعلهم يراك يروك وأنت لا تراه، لأن أنت أصلا ببنيتك قوي مش محتاج تشوفهم بقى، هتتخيل بيهم على الفاضي بس، وربنا خلقك لعمارة الأرض فمفيش داعي تشوفهم طول النهار تتخيل بيه، ادي كل الحكايه، فانت اقوى منهم، هم ما يشوفوك يستخبوا منك يخافوا الاحسن تدوسهم تعملهم حاجه كده. ولما تبقى بذكر الله اقوى واقوى، لما يبقى معاك ذكر الله اقوى واقوى يبقى ما فيش خوف، الحكايه مش مساله خوف، زي ما الملائكه معاك وانت مش شايف ويحضروا الدروس ويحضروا مجالس الذكر ويحضروا الصلوات وينزلوا بالمطر ويجروا السحاب ويقاتلوا مع المسلمين، وبعدين معاك رقيب وعتيد من الجن من الملائكة تكتب كل ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، كل دول معاك وانت مش شايفه،
إيمان بالغيب، إيمان بالغيب. وعلشان كده بيقول لك إيه، ويحرم تنجيس بدنه لغير غرض لما فيه من التضمخ بالنجاسة. طيب هل يجوز تنجيس بدنه بغرض؟ افرض للتداوي، مفيش الا الدواء ده النجس، وقال لك ان ده لازم تدهنه كده علشان الحته دي تخف، هو نجس، يجوز للتداوي بقى، يبقى هنا يجوز لاجل التداوي. فان كان لغرض جاز، يبقى جائز، كعجن سرجين واصلاح فتيله باصبعه. سرجين ده عباره عن انواع من الزيوت والشموع نجسه، يعملوا منها شمع، يعملوا منها حاجة يعني ايه، مصابيح يولعوه. واصلاح فتيله باصبعه، او يصلح ايه الفتيل بتاعه اللي هو اللي بيولع، يصلحه باصبعه، فيما اذا استصبح بدهن النجس او متنجس، لانه يحل الاستصباح بكل منهما في غير المسجد، في غير المسجد. ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض، ما لم يلزم عليه ضياع المال، ولا تنجيس ملك غيره او موقوف بما جرت به عادة، كتربية الدجاج والاوز ونحوهما، بخلاف ما لم تجري به العادة فانه يحرم. طب ملكك، ثوبك، نجسه انت حر، بس ما تصليش به، او ملكك انت حر، لكن ملك غيري ما نجسوش. طب الارض دي ملكي، مش ملكي، ملك غيري، بس انا هربي دجاج واوز ويجري في ارض اللي جنبي وايه وينجسها، وده جرت العاده ان الناس تربيها وتسيبها تجري كده، لا باس، لكن ما ينفعش ان انا انجس ارض غيري واربي كلاب تجري تنجس له، او اربي خنازير تجري تنجس له. كويس. فانه يحرم ان لوث، ويحرم في المسجد وان لم يلوث. يبقى ايه، ما ربيش انا في ساحة المسجد وز وفراخ وبط وتجري كده في ساحة المسجد عشان انا ساكن جنب الجامع، يحرم. يقول لك ولو لم تلوث، يقول لك اصل انا هلبسهم بامبر، خافوش، خليها تجري في وسط المصلين كده ما يجراش حاجه، بس يعني تتهوى. يا عم الاحسن تلوث، يقول لك لا انا هلبسهم بامبر، ما تقلوش برضه، ما ينفعش وان لم تلوث. كويس، لان المساجد مش معقوله مثل هذه الاشياء. هنقف على قولي واتخذتم بالذهب ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله رب العالمين. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.